شارك عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى في الاجتماعات السنوية للشبكة البرلمانية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن بعد، وذلك تحت عنوان نحو تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام وشامل بعد وباء كوفيد-19. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد رضا عبد الله فرج، عضو مجلس الشورى. أهلا بك. طبعا، ما هي أبرز الموضوعات والتحديات التي تمت مناقشتها خلال اجتماعات الشبكة البرلمانية، وكيف تنظرون لتجربة مملكة البحرين في تجاوز هذه التحديات؟ لو سمحت، يعني احنا حضرنا ثلاثة أعضاء من مجلس الشورى، بالإضافة ليهم سعادة الأخ بسام المحمد وسعادة الأخ ياسر حميدة. نعم، أربعة ورش بداء من تاريخ 12-15 أكتوبر 2020 حضر يعني المجموعة الورش هذه حوالي 150 ممثل عن البرلمانات العالمية من آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين، حيث تمت مناقشة عدة مواضيع وما تقوم مؤسستين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من مساعدات مالية واستشارية واقتصادية واجتماعية للدول هذه الجائحة. وكان لأعضاء مجلس الشورى دور في طرح الأسئلة الملحة بسبب هذه الجائحة والطلب للمؤسستين والممثلين وممثلي البرلمانات الحاضرين الدعم المقدم. نعم. والذي يمكن تقديمه للدول المتضررة. ومن ضمن الأسئلة التي تقدمت بها، أنا تقدمت في عدة أسئلة، من ضمن الأسئلة سؤال حول برامج وآليات الدعم التي توفرها هذه المؤسستين والمصممة خصيصا للدفع بدور المرأة في الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية. نعم. إضافة إلى المساعدة المالية المتوفرة للبلدان النامية لتخفيف عدة آثار جائحة كورونا على النمو الاقتصادي والاجتماعي، وسؤال آخر حول كيفية التغلب على العقبات والآثار الناجمة من جائحة كورونا على القطاع الخاص ودفع القطاع بدوره في العملية الاقتصادية والتنموية للدول النامية. والجدير بالذات بالاستماع إلى أوضاع وشرح من الدول الأخرى من حيث البرامج المتوفرة لمعالجة الآثار أو الأمور الناتجة عن جائحة كورونا، نجد أن ما قامت به مملكة البحرين من الإعداد في وقت مبكر لمواجهة الأزمة والعمل على إيجاد برامج اجتماعية واقتصادية وصحية وبيئية تفوق كثيرا ما قدمت في عدد كبير من دول العالم، ويعتبر مفخرة ويستحق ليس الإشادة به إنما توثيقه ليكون نموذجا يحتذى به في مكافحة مثل هذه الأزمات مستقبلا. وهذه بالفعل يعني ما لمسناه من خلال ما سمعنا من بقية الدول، ما من الدول اللي قدمت أوراق حول ما قامت هذه الدول من ما يسمى برامج وعمليات لمعالجة يعني ما يترتب على من هذه الجائحة. نعم، سعادة السيد رضا عبد الله فرج، عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.